السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، في فيديو يخصكم ويخص طلبة التكوين المهني أيضا. إذا عنوان هذا الفيديو هو: أمزازي يحسم مصير السنة الجامعية ويحدد مواعيد إجراء الامتحانات، ماذا عن طلبة التكوين المهني؟ في هذا الفيديو سنتعرف على مصير السنة الدراسية الجامعية، وكذلك مصير الامتحانات، وكذا طلبة التكوين المهني. دائما الفيديوهات حصريا على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا أولا ننطلق بمصير السنة الجامعية. إذا انتبهوا معي، إذا هنا سأسرد عليكم بعض القرارات التي تم اتخاذها اليوم خلال اجتماع سيد الوزير سعيد أمزازي مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. إذن استمرار توقف الدراسة الحضورية بالمدارس الجامعات المغربية على أن تستأنف في جميع المستويات بالقطاعات الثلاث في شهر شتنبر المقبل. سيتادير أن الدراسة الحضورية في كل من المدارس والجامعات المغربية قطاعات ثلاث، يعني قطاع التربية الوطنية، قطاع التعليم العالي، وقطاع التكوين المهني. يعني الدراسة غادي تبدأ حتى شتنبر، يعني ما كيناش القراية قبل من شتنبر، لا في الجامعات ولا في المدارس العمومية. التير الثانية: مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية عن بعد حتى نهاية هذا الموسم الدراسي. يعني الدراسة الحضورية ما غتبدا حتى شتنبر، ولكن الدراسة عن بعد غادي تستمر، يعني غادي يستمر التعليم عن بعد حتى نهاية الموسم في كل من القطاعات الثلاث، يعني المدرسي المهني والجامعي. إذا المصدر دائما هو الوزير سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الأربعاء 13 ماي 2020. نمر الآن إلى مواعيد إجراء الامتحانات الجامعية. سيعلن في الأيام القليلة القادمة عن الإجراءات الخاصة باجتياز الامتحانات الجامعية، مع العلم أن تنزيل هذه الإجراءات معقدة نسبيا مقارنة مع امتحانات التربية الوطنية. شنو المعنى؟ أنه المواعيد ديال الامتحانات لحد الساعة باقا ما تحددش، لكن الوزارة عزمة أنها تحدد هذه الإجراءات فوقاش في الأيام القادمة إن شاء الله، مع العلم أن التنزيل ديال هذه الإجراءات معقد نسبيا. لماذا؟ لأنه كل جامعة والخصوصية ديالها. كاين جامعة مثلا بقى لحد الساعة ما كملاتش امتحانات ديال الدورة الأولى، نعطيكم مثال: كلية الحقوق مثلا في مرتين، عندنا مثلا كليات كانت قريبة دير امتحانات ديال الدورة الثانية، وكاين كليات اللي كدير الامتحانات ديال الرتراباج حتى لنهايه العام. دونك تنزيل المواعيد ديال الامتحانات الجامعيه صعب جدا، يعني كل جامعه والخصوصيات ديالها. لماذا التنزيل ديال هذه الاجراءات معقد نسبيا؟ لماذا؟ لانه في الجامعات كما كنعرفوا بانه كاين واحد العدد هائل من الطلبه والطالبات، وكذا التنقل بين المدن بالنسبه للطلبه يعني صعيب بزاف. يعني كنعرفوا بان كاين طلبة مثلا من الجنوب كيقراو في الشمال، كاين اللي في الشمال وكيقراو في الجنوب. كاين صعوبات في التنقل حاليا مع فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي، يعني كاين طلبة اللي منين تعلن عن بداية الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ يعني مشاو لديورهم، ما عندهمش بوسيبيليتي انهم يجيو حاليا. لذلك ستكون الحالة الوبائية للبلاد امرا حاسما في هذا الامر، يعني في الامتحانات. إذا قلنا بأن المواعيد إجراء الامتحانات الجامعية غادي تتحدد في الأيام القليلة القادمة باجتماع الوزير السيد سعيد أمزازي مع رؤساء الجامعات. الآن نمر إلى ماذا عن طلبة التكوين المهني. إذا بالنسبة للتكوين المهني، نفس المسطرة التي تنطبق على الجامعات تنطبق على التكوين المهني. إذا استمرار توقف الدراسة الحضورية بالمدارس والجامعات المغربية وكذا مؤسسات التكوين المهني، يعني حتى الناس ديال التكوين المهني ما غيرجعوا للقراية حتى لشتنبر المقبل إن شاء الله، على أن تستأنف في جميع المستويات بالقطاع الثلاث في شهر شتنبر المقبل، يعني الدراسة
دراسة حضورية، يعني أنه ما ينطبق على طلبة الجامعات المغربية ينطبق كذلك على طلبة التكوين المهني. يعني حتى التكوين المهني غادي تكلم الدراسة حاليا، وغادي تستأنف في شتنبر إن شاء الله الدراسة الحضورية. إذا شكرا لكم على المتابعة. هذا الفيديو كان لتبسيط ما قاله الوزير سعيد أمزازي حول مصير السنة الجامعية بالنسبة للطلبة والطالبات، وكذا بالنسبة لطلبة التكوين المهني. إذا ألقاكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.